الجرأة الصراحة الحصرية في البرامج الرياضية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام جوهر سبورت. أهلا وسهلا بكم في جوهر سبور. عادل الشاذلي في مفاوضات متقدمة مع الترجي، من المنتظر يحصل اتفاق اليوم ولا غدا مع هيئة الترجي. نذكر اللي عادل الشاذلي اللي مازال على ذمة النجم الساحلي لنهاية جوان الحالي باش يتعدى على مجلس التأديب نهار الجمعة 8 جوان.